شاهدوا هنا هذا العامل الذي يقوم بفرد هذه السقفية بهذه القطعة. شاهدوا سرعته ومهارته العالية وحفظه لهذا العمل الجيد الذي يمكنه من التعامل معه بطريقة سلسة للغاية. إنه يقوم بالفرد فقط وصفهم كما تشاهدون. شاهدوا هنا هذا العامل يقوم بقص هذه المنطقة باستخدام هذه الآلة. شاهدوا ما دون أمامكم هذا العامل يقوم أولا بأخذ القياسات حتى يقوم بتضليط هذا المكان. شاهدوا الآن البراعة في عملية القص لتنتج أمامكم هذه القطعة التي سيقوم بإلصاقها مع باقي البلاطات كما تشاهدون حتى يتم تركيبهم جيدا. تم تركيب القطعة بهذه الطريقة بشكل متناسق جدا. كما تشاهدون هنا عملية تبليط الجبس كما تشاهدون. فبعد وضع هذه البلاطات يقوم العامل بوضع اللاصق الأخضر كما تشاهدون، والذي سيقوم بتثبيت البلاطات ببعضهم البعض، وذلك ليقوم بعمل هذا المنظر الرائع. فكما تشاهدون هذه العملية معقدة، لكنها تحتاج لعمال فنانين للغاية. فشاهدوا الروعة والمتانة في هذا العمل. إنهم عمال يعرفون ما يفعلونه جيدا.
شاهدوا كيف قام بتبليط هذا المكان المعقد ذو القياسات الكثيرة. شاهدوا شكله بعد الانتهاء. كما تشاهدون أمامكم هذه الرسومات المعقدة والتي تبدو للوهلة الأولى زجاجية، لكن كما تشاهدون هذا العامل يقوم بتركيبها هنا حتى يتمكن من وضعهم بين الجدارين. لكن شاهدوا روعة عملية التبليط وهذا الشكل الرائع في الحائط، إنه عامل بارع للغاية. شاهدوا هنا هذا العامل يقوم بطلاء هذا البيت. كان هذا الشكل الجميل والرائع بعد انتهائه من الطلاء. هنا كما تشاهدون حجر تالف في هذا الجدار، يقوم العامل هنا بعمل خطوط به بهذا الصاروخ، من ثم يقوم باستخدام المطرقة، وهذا الزميل يقوم بقص وإزالة هذا الحجر نهائيا. هنا يقوم بوضع علامة هنا ليقوم بقص الوجه لهذا الحجر، والذي سيقوم بوضعه في الجدار لسد الفراغ والعيب. شاهدوا بعد أن تم تعليم وقص هذا الحجر، الآن يتم وضع بعض الإسمنت عليه ووضعه كما تشاهدون حتى يصبح الحائط رائعا مرة أخرى. أنت لن تشعر أبدا أنه تم إصلاحه. شاهدوا هنا العامل يقوم بطلاء هذه الأرضية باللون الوردي.